بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد بنتكلم فيه عن الفصول الافتراضية، ولا نقصد بها الفصول الافتراضية اللي موجودة في البلاك بورد. مع حضراتكم علاء سعيد، أستاذ دكتور علم الطحال بجامعة الإسكندرية ومعرحة إلى جامعة القصيم. الفصول الافتراضية اللي بنتكلم عليها النهاردة هي لبرنامج وموقع زوم. الموقع الحقيقة والموقع ده بيتيح خدمة ممكن جزء منها مجاني لو هنشترك بالفيسبوك أو بالجوجل أكاونت، ده ممكن يبقى اشتراك مجاني، او بنعمل ساين اب او اشتراك هنا فور فري، ده اللي بنتكلم عليه، او بنعمل تسجيل بالحسابين دول. الحقيقه ده الكلام ده لو بالنظام المجاني. النظام المجاني ده بيكون الجلسه الواحده مده 40 دقيقه تقريبا، وعدد الافراد كتير صحيح، فبالتسجيل في هذا النظام اهو دي الحاجات المتاحه، البيزك اللي هو البيرسونال ميتينجز ده بيكون فري، اذا كان 1 تو 1 يعني واحد لواحد فقط فده انليميتد مفتوحه مده الجلسه الواحده لما يكون في مجموعه بتكون 40 دقيقه، وده عدد انليميتد نمبر اوف ميتنجز يعني عدد لا محدود. فالحقيقه انا شايف ان الجزء المجاني ده هايل وكافي جدا، يعني يكون 40 دقيقه الجلسه الواحده ما فيش فيها مشكله، لان ممكن الجلسات بتتكرر مره ثانيه. فده الجزء الفري ده من خلال التسجيل بالواتس، متاسف التسجيل بالفيسبوك او بالجوجل اكاونت، او بنعمل اكونت احنا من جديد بالايميل الى اخره، الايميل الخاص يعني. طبعا في نظم تانية اخرى، في بعض الجامعات اشتركت زي جامعه الملك خالد، جامعه القصيم، وجامعات اخرى كثيره اشتركوا في هذا النظام وربطوه بنظام البلاك بورد. دي المنتجات بتاعتهم بتاعت الشركه كلها، ده مش وقته اللي احنا نعرضها، لكن هنشوف مع بعض ننتقل. ده بالاضافه في ميزه الحقيقه ان بعد التسجيل بيكون في اماكن لعمليه التدريب، يعني بنلاقي هنا صفحه اللي هي لايف تريننج ويبينارز، بنلاقي فيه فيديوهات كثيرة لشرح كل خطوة من الخطوات وكل تفصيلة من التفصيلات. ده اهو نفس الحكاية، جيت ستارتد بنلاقي فيه فيديو بيشتغل، إذا كانوا عايزين نعرف فيديوهات عن الأوديو والفيديو شيرينج بنضغط على هذا الرابط، إذا كان عن الميتينجز والويبينارز إلى آخر هذه الأمور كلها عبارة عن فيديوهات، ولكن طبعا هي للأسف كلها لسه باللغة الإنجليزية. دلوقتي بنجرب بنشوف مع بعض الدخول الى موقع التطبيق وانشاء جلسه افتراضيه من موقع البرنامج نفسه اللي هو الاشتراك المجاني، اللي هو احنا بندخل بحساب الفيسبوك الاكونت بتاعنا او الجوجل او احنا عاملين حساب من اول خالص. طيب قلنا ان البرنامج ليه تطبيقين ممكن ينزلوا على الجوالات او التابلت او الايفون الى اخره، سواء في على الكلاود، التطبيقين هم اللي هو زوم كلاود ميتينجز سواء في الابل ستور او في الجوجل بلاي. بعد ما بننزل بنضغط على الرابط، بيتبعت لنا رابط معين بنضغط عليه، الرابط ده اللي بينشئ الجلسة اللي هو أستاذ المقرب بيبعت لنا الرابط، بالضغط عليه المفترض قبل ما نعمل الضغط عليه لازم يكون البرنامج نازل متحمل عندنا. لو البرنامج اتحمل بنضغط بقى هنا بيقول لك جوين ميتينجز، يعني بنخش الميتينج ده أو الجلسة أو الانضمام للجلسة، بيطلب مني ميتينج أي دي، دي بتكون مرسلة إلي من الأستاذ المقرر وخلاص وبنكمل. وطبعا هنا ساعتها بتتفعل الخطوه دي وبنقول جوين ميتنج او الانضمام الى الجلسه، بننضم الى الجلسه وبيكون شكلها بالشكل ده كده. ادي الجوال اتفتح هنا، طبعا هنا كنت مشغل الصوره دي بتاعت الجوال، الصوره اللي فوق دي المفروض تبقى هي الخاصه بالجزء اللي هيتعرض، وطبعا نقدر نبدل ما بينهم، ده بالاضافه امكانيه تسجيل الجلسه نفسها. ننتقل الى جزء اخر بقى وده المهم، اللي هو استخدام الفصول الافتراضيه بصوره كامله إذا كانت الجامعة اللي احنا بنعمل بيها مشتركة في نظام الزوم وفي نفس الوقت البلاك بورد، لأن كل الجامعات ضمت نظام الزوم داخل نظام البلاك بورد زي ما هنشوف دلوقتي. أهو بالاتجاه إلى الصفحة الخاصة بعضو هيئة التدريس وبيخش على أحد المقررات، بيلاقي هنا إيه؟ بيلاقي هنا الجزء ده اللي هو بيضغط على علامة الزائد في الجنب هنا، بنضغط على المكان ده عشان نضيف ايه ونضغط على ارتباط اداه زي ما هنشوف دلوقتي كده. لما بنضغط على ارتباط اداه بنختار النوع، النوع هنا ايه كان بيطلع لنا في الاول كولابوريت الترا اللي هو الفصول الافتراضيه بتاعت البلاك بورد، لا اضافوا اليها زوم ميتنج اهي موجوده عندنا هنا، بنضيفها وبنحط للجلسه اسم وبنضغط انها متاح للمستخدمين بالشكل ده كده. يبقى بنضغط هنا وبنحط اسم خاص بالجلسه ولازم ما ننساش نحدد ان ده متاح للمستخدمين، يعني نضغط هنا عشان تبقى متاحه ثم ارسال. اهو ادي اسم الجلسه، ونفضل تبقى جلسه افتراضيه نحط زوم عشان نفرقها عن بتاعه البلاك بورد او نسميها اسم اخر، وبنضغط ارسال بتبتدي ادي اهو بيتحط امر من الاوامر او اختيار من الاختيارات في القائمه، قائمه المقرر في المحتوى في الاعلانات في كذا في المحاضرات الافتراضيه بتاعت البلاك بورد، وادي جلسه افتراضيه بتاعت الزوم الخاصه بالزوم.
لما بنضغط عليها الحقيقه هيطلب مننا تفعيل الحساب، يعني بصوره او باخرى لازم هنروح للايميل، الايميل الرسمي اللي هو الجامعي. لما بنضغط عليه هنلاقي الرساله دي واصله لنا، في رساله بتبقى واصله من الزوم، فبيقول لي اكتيفيت يور زوم اكونت. بالضغط على هذا الزر بيدخلنا على صفحه في الزوم، عشان نحط هنلاقي الاسم الاول والاسم كده، بيبقى هو واخدهم من النظام الجامعي اللي احنا مشتركين فيه. كل اللي هيبقى مطلوب مننا بس ان احنا نحط الباسورد بتاعتنا، وليها شروط انها ما تكونش مثلا واحد كلها، اتنينات كلها، او ايه كلها، او حاجات متكرره يعني واحد اتنين تلاته ورا بعض، او اي بي سي ورا بعض، لا يعني. فبنستخدم ممكن نستخدم اليوزر الباسورد الجامعي بتاعنا. المهم بعد ما بنعمل الكلام ده كله بيكون اتفعل، بنلاقي نفسنا دخلنا على الشكل ده كده. طبعا هنا هو ده احد المقررات، لان احنا اساسا عشان نخش على الزوم بنخش عليه من واحد من المقررات زي ما كنا عملنا في الفصول الافتراضيه. فاصبح عندي اسم المقرر هنا، انا دي الصفحه بتاعت الجامعه اهي، اسم العضو بيبقى باين عندي، جامعه القصيم بيبقى موجود عندي هنا نفس الصفحه، يبقى هو كانه فتح داخل نظام البلاك بورد هنا. فبيديني التوقيت بتاعي، وهنا بيقول لي schedule a new meeting، يعني اعمل جلسة جديدة نظمها يعني. وهنا في get training لو انت عايز تتدرب يعني تشوف فيديوهات، بس هتكون باللغة الانجليزية. طبعا هنا مفيش اي حاجة لسه خالص، ما عملناش اي حاجة. هنا بيقول لي upcoming meetings اللي هي الجلسات القادمة، هنا previous meeting اللي هي الجلسات السابقة، هنا personal meeting room لو انا شخص لشخص، او بعمل مثلا مناقشة لحد، بعمل ارشاد اكاديمي لشخص معين بعينه الى اخره. دي الكلاود ريكوردنجز اللي هي التسجيلات اللي هي كده، لان الجلسات احنا قلنا ممكن تتسجل يا اما على الكمبيوتر او على الكلاود. طبعا الكلاود بيبقى افضل عشان الطلبه يقدروا يطلعوا عليها. دي الصفحه الاولانيه اهي. طيب هنشوف مع بعض. جيت تريننج اللي هو الجزء ده بيديني الفيديوهات اللي احنا قلنا عليها، الفيديوهات التعليميه بكافه انواعها اهو، كل ده عباره عن فيديوهات تعليميه. طب انا عايز بقى انسق او انشئ جلسه، بنضغط على هذا هذه الايقونه بيديني هنا توبيك اللي هو اسم المقرر، بيطلع اوتوماتيك بصوره اليه، واخده من هنا من فوق اللي هو اسم المقرر ورمزه ورقم الشعبه. ده اوبشنال، هنا اوبشنال يعني اختياري، لو انا عايز اكتب بقى مثلا محاضرات مقرر طحالب كذا، يعني احدد وصف عشان الطالب يبقى عارف دي بتاعت ايه بالظبط. هنا وين يعني بيسالني امتى الجلسه، فهنا من النتيجه دي او من الكاليندر دي بختار التقويم بتاعي، ان التاريخ اللي انا عايزه، بختار من هنا الساعه، وبحدد كده صباحيه ولا مسائيه. يبقى انا كده هنا حددت ايه الجزء ده. طب وبعدين تحت بقى الاقي بعد التاريخ والساعه والصباحي ولا مسائي، الديوريشن اللي هي التوقيت، مده زمن الجلسه قد ايه. عايز بضغط هنا بيديني بقى الساعات المختلفه، عايز ساعتين، ساعتين وشويه، ساعه الى اخره، كذا دقيقه. فبيديني تحديد هنا للزمن اللي بتستغرقه الجلسه. التايم زون ده طالع بصوره اليه خالص. هنا بقى ده مهم جدا، بدل ما كل اسبوع اروح انشئ جلسه، هنا ايه ريكارنج ميتنجز اللي هي الجلسات المتكرره، انا عايزها لان كل ده مش هيظهر الا لو انا دي مش متعلمه. اول ما اعلم هنا علامه صح، بضغط هنا بيطلع لي كل ده. انا بقول له افري ويك اون كذا، لان انا اخترت عايز بصوره يوميه، بصوره شهريه، ايه بالظبط، فانا اخترت بصوره اسبوعيه. طب قد ايه في الاسبوع؟ مره كل اسبوع مش مرتين، لان ممكن تكون اكتر من مره في الاسبوع. ايوه بحدد له اليوم اللي انا عايزه وبحدد له بقى، بيقول لي طب اند ديت يعني بينتهي التكرار ده امتى؟ يا اما بحط تاريخ او اقول له بعد خمس جلسات، يعني بعد خمس جلسات، ست جلسات، سبع جلسات، خلاص هينتهي بعد ما حددت اليوم. وعشان كده هنا لما علمت هنا يقول لي افري ويك اون ساندي يوم كذا، وفي لمده خمس جلسات متتاليه يعني. هنا بقى الاعدادات تحت، هنا طبعا في كلمه ريجستريشن او التسجيل، دي بنسيبها فاضيه، يعني ما بحتاجش ان اخلي الطالب يخش يقعد يسجل من الاول الى، مش محتاجه. اللي ظبط الخاص بالفيديو انا بعمله اوف، سواء للهوست اللي هو انا اللي هو المحاضر يعني، او البارتيسيبانت اللي هو الطالب، الاثنين بخليهم اوف عشان ما تبقاش الكاميرات شغاله لا عندي ولا عنده. طبعا انا بعد كده من خلالي انا ممكن اشغل الكاميرا بتاعتي لو انا عايز في امكانيه، لكن بخليهم اوف في الاول. بالنسبه للصوت لا، بخليه هنا اثنين، اثنين يعني ايه، بوث التليفون ولا الكمبيوتر ولا ايه، انا بسيبها مفتوحه عشان حسب اللي هيستخدم التليفون او هيستخدم الكمبيوتر. هنا الاوبشنز بتاعه الميتنج اللي هي عباره عن ايه، هنا ريكواير ميتنج باسورد، هل احتاج احط باسورد على الجلسه، بنسيبها فاضيه لان هم الطلبه هيخشوا من خلال النظام البلاك بورد. هنا انيبل جوين بيفور هوست، ممكن نعلم عليها يعني السماح للطلبه ان لو دخلوا بدري قبل المحاضر ما يخش على الجلسه، لو انا عايز اعمل كده عشان يظبطوا حاجتهم يعني. هنا ميوت بارتيسيبانتس ابون انتري، يعني بكتم الصوت عند كل اللي هيخشوا اول ما يخشوا على الفصل الافتراضي. ليه؟ لان بصوره اليه لو انا مش معلم على هنا
كلهم اول ما هيخشوا المايكات بتاعتهم مفتوحه، فهنسمع كل الاحاديث بتاعتهم، فاحنا نقفلها وبعد كده اللي عايز يفتح المايك بتاعه يقدر يفتحه. هنا هل بعمل جلسه انتظار يعني بينتظروا لغايه لما الاستاذ يجي او كده؟ طبعا ملهاش داعي. هنا ريكورد ذا ميتنجز اوتوماتيكالي، يعني هل اعملها بصوره اليه يعني اول ما ابدا الجلسه يبدا التسجيل، وهل هعمل على الكلاود الكلام ده ولا احطه على الكمبيوتر التسجيل؟ طبعا بفضل على الكلاود عشان الطلبه يقدروا يطلعوا عليه او ينزلوه. هنا بضغط سيف، بعد كده بكده بتبقى اعدادات الجلسه كملت. بيديني الصفحه دي بقى كل التظبيطات بتاعتي واللي انا كتبته كله والاعدادات والتواريخ الى اخره. بيقول لي التوقيت ده او التواريخ اللي انت ظبطتها دي عايزها تتحط على جوجل كاليندر ولا على الاوتلوك كاليندر ولا على الياهو كاليندر اللي هي نتيجه بتاعت الياهو ولا الاوتلوك ولا جوجل؟ مش عايزين، خلاص بنسيب الكلام ده. يعني هنا بقى ده اللي يهمني بقى، ده مهم جدا. ايه بقى المهم؟ الميتنج اي دي اللي هو رقم تعريف الجلسه، يعني الجلسه دي عشان ندعو اليها شخص او اقدر ابعت الرابط لحد لو ما كانش طالب عندي او الى اخره، ونسهل الامور لان دي كده كده لازم هيطلبها منه. فاللي بيحصل ايه؟ ان هو ده رقم لازم يتعرف بتاع الجلسه دي، يعني جلسه المقرر الفلاني ده الفصل الافتراضي بتاعه طوال الفصل الدراسي ده الرقم المعرف بتاعه اللي هو الاي دي بتاعه. طيب لو انا عايز ابعت دعوه لحد يحضر معايا، ادي الرابط اهو، بعمل له كوبي من هنا، كوبي انفيتيشن، واقدر ابعتها بقى باي وسيله من الوسائل زي ما هنشوف دلوقتي. طيب هنا باكد على البيانات اهي، ان هو التاريخ كل اسبوع يوم الاحد 5 مرات الى اخره، ممكن اشوف التظبيطات بتاعتي لو انا عايز مره ثانيه. هنا بقى اهو، هنا الميتنج اي دي اللي احنا لسه قايلينها من شويه، هنا الميتنج باسورد، بحط باسورد لو انا عايز، او ان بنضم عن طريق بعمل كوبي للرابط اللي موجود هنا. بعد ما عملت الكلام ده كله خلاص اصبح عندي الجلسه موجوده، اتفتحت عندي بالشكل ده ببياناتها، وظهر عندي ايقونه جديده ما كانتش موجوده اللي هي ستارت ذيس ميتنجز، عايز ابدا الجلسه دي. امتى بتظهر لي؟ لو انا اكون هنا، طبعا هنا بروفايل اللي هو البيانات بتاعتي، هنا الويبينارز اللي هي اونلاين والريكوردنج التسجيلات، هنا الاعدادات كنا لسه فيها من شويه وفيها بعض حاجات زياده، المهم هنا الميتنجز او الجلسات. الجلسات ادي الجلسه اللي انا محددها، بعمل ستارت ميتنجز. طبعا في كل فصل في كل مقرر من المقررات بعمل ايه؟ جلسه واحده، فمفيش غيرها هي اللي بتظهر لي. بمجرد الضغط هنا على ستارت ذيس ميتنج يعني بدء هذه الجلسه، بيظهر عندي الشكل ده. هنا بقى نيجي لسؤال مهم جدا وحاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ في برنامج لازم ينزل يا اما على الجوالات زي اللي احنا قلنا عليه او على الكمبيوتر. فبالتالي لما بيجي بيحاول يفتح الجلسه الافتراضيه لو انا مش محمل البرنامج ده مش هيفتحها، فعشان كده بيديني اختيار بيقول لي ايه؟ داونلود اند ران زوم. فبضغط هنا اول مره بلاقي بينزل بيتحمل عندي ملف صغير جدا، بضغط عليه بيحمل البرنامج وفورا بلاقي الجلسه اتفتحت بالشكل ده اهو. اول انا هنا ضغطت نزلت برنامج حملته، وهنا بضغط عليه عشان ينزل يتحمل على الجهاز بتاعي، بعمل له انستول، يبقى عملت الداونلود في الاول يعني تنزيل، وبعدين بعمل انستول اعدادات اهو، لغايه لما يكمل خالص بالشكل ده. تظهر لي بقى الشاشه دي، يعني اللي محمل البرنامج مش هيقول له بقى ما تعملش داونلود من هنا، لا هيظهر على طول اوبن زوم، افتح لي الزوم اهو، يبتدي يفتح الزوم وهياخد وقته شويه، فتح بالشكل ده، بيعمل انا فاتح جوه البلاك بورد اهو، بيديني هنا جوين ويز كمبيوتر اوديو، يعني خش بالصوت بتاع الكمبيوتر بنفس الاعدادات، ولا اعمل تيست للسبيكر والمايكروفون. انا افضل طبعا دي، لازم تعمل لها اعدادات الاول عشان تتاكد اهو. فبيقول لي بيعمل لي صوت بيشتغل هنا اوت بوت ليفل، بيبقى فيه هنا زي مؤشر للصوت، طبعا بختار في الاول السبيكر بتاعتي، لو انا عندي اكتر من سبيكر بختار انهي واحده فيهم، وبعدين هو بيبقى عمال يشغل في صوت، لو انا سامع الصوت ده بضغط تمام. Do you hear a ringtone؟ سامع الصفاره او الصوت ده؟ بقول له نعم، لا خلاص ببتدي اعالج المشكله بتاعتي. وبعد كده بقى بيجرب المايك، بقى بيقول لي اتكلم، لما بتكلم بيظهر عندي اشاره هنا مؤشر اللي انا لونه اخضر كده، بيزيد او بينقص حسب شده الصوت بتاعتي، طبعا بكون مختار نوع المايك اللي انا بستخدمه. سمعت الصوت اللي انت بتكلم بيه وشايف المؤشر؟ ايوه، يبقى كده كله عندي تمام. هنا بقى هنبدا خلاص الجلسه بتاعتنا بدات خلاص. بدات، اسم المحاضر موجود فوق، اسم المقرر، ادي الرابط لو انا في اي وقت اثناء الجلسه عايز ابعت الرابط ده عشان حد ينضم اليا. هنا اعدادات الصوت مره ثانيه، هنا شير سكرين، ودي بقى اللي هنتكلم عنها بقى، وهي بس مش سكرين، ده حاجات ثانيه كتير. وهنا لو عايز ابعت لشخص من الاشخاص يهمني الجزء ده اللي هنا، ادي الصوت مفتوح، المايك مفتوح عندي، لو عايز اعمل له ميوت اقدر اقفله، طبعا هنا الكاميرا مقفوله. هنا لو عايز اعمل انفيتيشن للشخص من هنا او من هنا.
هنا ما فيش، هنا طبعا عدد المشاركين اللي عندي بضغط عليهم بيديني اسماء المشاركين في الجلسه زي البلاك بورد بالظبط، وهنا شير سكرين سواء من هنا او من هنا، بالاضافه لحاجات تانيه لو عايز اعمل اند للميتنج او نهايه للجلسه بضغط عليها من هنا. ادي الثلاث اختيارات بتوعي او الاربع اختيارات بالنسبه للانفيتيشن، يا اما عن طريق الديفولت ايميل حسب الايميل اللي انا مدخله بقى بتاع الجامعه، ايميل اخر او الجيميل ولا الياهو ميل، او ممكن انا اقوم جاي اعمل الكوبي للرابط وابعته بالواتس او ابعته باي وسيله اخرى يعني. خلاص اهو نيجي هنا كلمه شير سكرين، لما بضغط عليها في عندي ثلاث اختيارات، بيزك الحاجات الرئيسيه، وعندي ادفانسد حاجات متقدمه، وعندي فايلز لو انا هشارك ملفات. البيزك دي بتضمن السكرين يعني الشاشه كلها، او وايت بورد. وايت بورد ما اعرفش اذا كانت هتبقى موجوده في الجزء بتاع جامعه القصيم ولا لا، لكن لما انا دخلت في الجزء المجاني كان دي موجوده الحقيقه وكانت ممتازه، سبوره بيضاء زيها زي اللي كانت موجوده في البلاك بورد. هنا لو انا هعمل ادي انا فاتح هنا باوربوينت، كان ممكن اشارك الباوربوينت ده او اشارك الكروم او اشارك اي حاجه اخرى، لو فاتح بي دي اف جميع الملفات والحاجات اللي انا بفتحها هتبقى ظاهره عندي هنا. مع ملاحظه حاجه، هل لو انا مشغل فيديو او في حاجه فيها صوت هل الناس هتسمع الصوت ده عايزهم يسمعوه ولا انا اللي هعلق؟ فقط لو انا عايزهم يسمعوه يبقى لازم احط علامه هنا. خلاص طيب هنا اوبتمايز سكرين شيرنج فور فيديو كليب، لو انا هشارك فيديو تحديدا فيديو لازم احط هنا عشان تبقى الصوره والشاشه ابعادها مناسبه لعمليه المشاركه. ده بالنسبه للبيزك، طبعا بعد ما اضغط اختار اللي انا عايزه بعمل شير. الاختيار الثاني ادفانسد بيديني بورشن اوف سكرين يعني جزء معين من الشاشه عشان ما يبقاش الشاشه كلها، ولا في صوت معين عايزين يسمعوه الناس بقى مثلا اللي هي بتشغل قطعه باللغه الانجليزيه او نص باللغه العربيه وعايزين الطلب يسمعه ويعلق عليه او يجاوب على اسئله، ممكن يستخدموا ده. خلاص هنا دي حاجه ممتازه 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 اللي هي كونتنت فروم سكند كاميرا، دي اللي كنا احنا شرحناها وبعتت عليها فيديو انا قبل كده، اللي هي استخدام كاميرا الويب اللي هي الكاميرا بتاعه الكمبيوتر الخارجيه، طبعا استخدمها بحيث بقلبها على سبوره جنب مني واقدر اكتب عليها تبقى كانها سبوره خارجيه. يبقى حتى لو انا بستخدم اتنين كاميرا يبقى كاميرا قدامي لو انا عايز ابان مثلا، والكاميرا الثانيه هكتب، وطبعا بنكتفي هنا بكاميرا واحده فقط، وبضغط شير. الجزء الاخير الفايلز اللي هو يا اما انا بحط عندي على الدروب بوكس وده مكان لتخزين الملفات، او المايكروسوفت وان درايف لو انا مشترك في المايكروسوفت، او الجوجل درايف لو انا عندي اللي هو الجيميل اكونت، او البوكس اللي هو برده مكان لرفع الملفات، وبقول شير. هنا لما ضغطت شير سكرين اهو فتحت عندي الشاشه بالشكل ده كده، وبيظهر عندي فوق القائمه اللي هي بتاعه الصور والفيديو والمشاركين والى اخره، ويبقى عندي هنا ستوب شير ونقدر اوقف التسجيل في اي وقت. طبعا هنا بوز، هنا انوتيت، هنا بيديني قلم زي ما انتم شايفين كده قلم، قدرت اعمل ايه اشاور على اي حاجه في الشاشه عشان ارسم يعني. وادي القائمه بتاعت الرسمه اهي، اقدر ارسم، اقدر احط نص كتابي بالشكل ده، هنا سبوت لايت احط الى اخره، احط مربع مدور دايره الى اخر هذه الامور، دي كلها موجوده في ايه التول بار اللي موجود ظاهر عندي لما اخترت الرسم. هنا الثلاث نقاط دول عفوا بيدوني اختيارات اخرى كثيره، سواء اعمل شات يعني كتابه، او بدعو شخص، او ببدا التسجيل الى اخر هذه الامور. اعدادات بسيطه مش هنحتاجها غالبا. هنا ادي السبوره اهي، لو انا حملت سبوره بيضاء ادي الاشياء القائمه بتاعتها اهي. انا طبعا جربت كتابه مره بقلم رفيع مره بقلم تخين، غيرت الالوان، رسمت مستطيل فاضي دايره جايره، كتبت هنا التكست او نص الى اخر هذه الامور. يبقى دي سبوره بيضاء زيها زي البلاك بورد. دي السبوره الخارجيه لما اشتغل كاميرا خارجيه زي ما انتم شايفين كده، حطيت سبوره جنب مني وابتديت اكتب او اعمل عليها، بكتب بقى معادلات، برسم رسمه نبات، بعمل تشريح، بعمل اللي انا عايز اعمله ايا كان، المهم بقدر استخدم شاشه خارجيه. طب لو عايز انقل ملفات او اشارك ملفات، مثلا دخلت اخترت ايه جوجل درايف، اول ما بوصل عليه بيقول لي كونكت يعني اربط لي الحساب بتاعي ده مع زوم، بحيث بعد كده مش كل مره بقى يعمل كده، لا خلاص بيربط اوتوماتيك اهو بالشكل ده. طبعا هنا اوثرايز يعني تسمح له ولا ما تسمحش ان هو يخش على الحساب بتاعي بتاع الجوجل والدرايف ويجيب الملف اللي انا عايزه. طبعا لو احنا جايبين الملفات بره يبقى افضل يعني، فاتحها يبقى افضل على الكمبيوتر، لكن انا جربت انا الدروب بوكس اهو، ادي ملفاتي هشارك الملف ده وبقول شير سكرين، فتح الملف بالشكل ده كده قدام الطلبه بيشوفوه. طبعا عشان كده ادي المشاركه هنا فوق، اقدر اعمل ستوب شير او اوقف المشاركه من هنا. طبعا الصفحه اللي فاتت هنا اهو بيقول لي ده 108 صفحه، واقدر اروح للصفحه اللي بعدها، الصفحه اللي قبلها، اقدر اكبر الشاشه، اعمل زوم الى اخر هذه الامور. نرجع تاني هنا، يبقى ادي الشاشه بتاعتنا اللي احنا كنا فيها
بالشكل ده. هنا ما كانش فيه غيري في الجلسه طبعا التجربه، اقدر اعمل ميوت لاقول كل الناس اللي كده، اقفل المايكات بتاعتهم او افتحها كلها لو انا عايز، وفي اختيارات تانية اخرى طبعا. هنا الشات اقدر اكتب هنا او اقدر اشارك فايل من هنا، لما بضغط على مشاركه فايل من هنا زي ما انتم شايفين بيطلع لي اللي انا اخترتهم قبل كده، اللي هو الدروب بوكس، المايكروسوفت وان درايف او الجوجل درايف او البوكس. طيب هنا بقى زرار الحقيقه مهم جدا اللي هو تحت هنا، كان بيبقى فيه زرار اسمه ريكورد، تسجيل. فانا كنت ضاغط على هنا اللي هو البوز او التوقيف المؤقت او التوقيف التسجيل النهائي. فهنا بيقول لي لما ضغطت عليه اعطاني الرساله دي، بيقول لي جوين اوديو ولا كونتينيو وزود اوديو، يعني هعمل التسجيل واسجل كمان الصوت ولا بدون. فخلاص فطبعا بنختار الصوت. طيب بالشكل ده وبالطريقه دي بنكون يعني كملنا الشرح كله بتاع كل الاجزاء اللي موجوده داخل هذا الفصل الافتراضي. طبعا لما انا عملت التسجيل، التسجيل شغال هنا بالشكل ده كده، وطبعا بيكون سالني في الاول لو انتم تفتكروا احنا قلنا في الاول على الكلاود التسجيل ولا على الكمبيوتر. طب شكل الكلام ده ايه في الواقع؟ هنشوف مع بعض. ادي صفحه احد المقررات، بنضغط ادي الزرار اللي هو اضافه اداه ارتباط، وبنضغط هنا اهو ادي الزوم ميتنج اللي احنا بنتكلم عنها بالشكل ده. طبعا بنختارها وبنكتب اسم الجلسه ومنتهى الى اخره، الكلام ده كله انا عملته، فظهر عندي جلسه افتراضيه بالشكل ده هنا اهي. بالضغط عليها احنا دلوقتي بقى تطبيق فعلي. اهو طبعا انا عشان اعمل الجلسه بتاعتي في اكتر من جلسه كانت موجوده اهم دول، انا عامل كلها دي جلسات، هي انا عامل كل الجلسات دي هي جلسه واحده بس متكرره اهو، مش احنا قلنا اعملها 7 مرات اهو اهي ريكارنج. فيوم التلات 17، الثلاثة اللي بعده 24، 31 إلى آخره، بحيث يبقى كل مرة جلسة، الجلسة اللي بخلصها أقدر أحذفها من هنا أو أقدر أبدأ. عشان كده كلمة ستارت مش موجودة غير عند اللي عليها الدور بس، اللي هي يوم الثلاث القادم ده، بالشكل ده كده. لو أنا قلت ستارت ضغطت عليها ستارت، عفوا أهو بيبدأ عندي. طبعا أنا عشان منزل البرنامج عندي بقول له، مجرد بقول له أوبن زوم فبيفتح لي بالشكل ده كده. عفوا بياخد طبعا وقته أهو، نفس اللي إحنا قلنا قبل كده جوين وذ كمبيوتر. طبعا هنا لو انا عايز اقول له تيست مايكروفون اهو في صوت شغال اهو، بقول له انا سامع بيقول لي جرب المايك انا بتكلم فالصوت عمال يتحرك. انا سامع بيقول لي جرب المايك انا بتكلم فالصوت عمال يتحرك. ايوه سجل صوتي وكلمه، فبقول له سمعت؟ سمعت. خلاص بقول له اتضم بالصوت بالشكل ده كده. كده بدات الجلسه والصوت عندي المايك اهو شغال بالشكل ده كده. الافراد اللي عندي مفيش حد اسمائهم موجوده عندي هنا، مفيش غيري انا. اقدر افتح الكاميرا؟ اقدر افتح الكاميرا، وده اللي موجود عندي هنا. لو انا عايز اعمل المشاركه اهو بشارك، ايه الحاجات اللي موجوده عندي اهي. هنجرب افتح اي برنامج من البرامج وهنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا هنا عندي التسجيل فين؟ هنا اهو ريكورد اون ذيس كمبيوتر ولا على الكلاود. لو انا عملت التسجيل من هنا، طيب نوقف لحظه واحده لغايه لما افتح ملفات ونشوفها مع بعض. نعمل شير بيزك زي ما احنا شايفين، فبدي ادي البي دي اف المفتوح، وادي باوربوينت، وادي الكروم الى اخره. طب هختار مثلا هنا واقول له شير، فبتطلع عندي الشاشه بالشكل ده، دي الملف اتفتح، وهنا ستوب شيرنج. وطبعا هنا اقدر ايه، في اختيارات عندي الى اخره، اقدر اشتغل زي ما انا عايز. ادي الصوره هنا بكبر اصغر، اللي انا عايزه كله بقدر اعمله بالشكل ده كده اهو، اقدر اعمل اللي انا عايزه كله طبعا حسب البرنامج بقى اللي انا بستخدمه اهو. بقدر اشرح زي ما انا عايز، اهو حسب البرنامج اللي انا بستخدمه. طيب خلصت الحاجه بتاعتي، بقول ستوب شيرنج، اجرب واحد تاني، اجرب الباوربوينت اهو، واقول له شير، فبيفتح لي باوربوينت بالشكل ده، واقدر اعرض اللي انا عايزه ايا كان طريقه العرض. ستوب شيرنج، يبقى احنا كده شفنا بي دي اف وشفنا كده. طب افتح الكروم، لو فتحت الكروم وقلت له شير فاعطاني الكروم بالشكل ده، واقدر اشوف اللي انا الحاجات اللي انا فاتحها. لو انا عايز ادور على اي حاجه عايز استخدم هنا، مثلا بقول له اهو، مثلا بقول له زوم اهو، البرنامج اللي احنا بنستخدمه ابلكيشن، فبيطلع لي الموقع بتاعه وابتدي ادخل عليه. لو انا عايز الصور بتاعته بتاعت زوم، ادي الصور بتاعته اهو. لو انا عايز فيديوز فبيديني الشروحات بتاعته وازاي بيستخدم. اعمل ستوب شيرنج من هنا، يبقى احنا كده شفنا المجموعه دي ايه كلها. طيب اروح لهنا ادفانسد، ادي الكاميرا الخارجيه هنا بالشكل ده كده، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هنشوف مع بعض الكاميرا الخارجيه اهي، نجرب مع بعض كده، واقول له شير اهو بالشكل ده، ادي الكاميرا الخارجيه، وبنقول اهي
تجربة لبرنامج زوم أهو للفصول الافتراضية، مع تحياتي أهو. فالسبورة أقدر أشتغل بيها وأقدر أعمل اللي أنا عايزه كله من خلال هذا. خلصت، بعمل ستوب شيرنج التسجيل، شفنا الى كل ده كله موجود اهو، وادي الدعوه وشي. طبعا الافراد بيبقى لما الطلبه بيخشوا من خلال موقع البلاك بورد بيبقى كله ظاهر عندي هنا موجود. طبعا العداد شغال عندي هنا عشان ابقى عارف الوقت بتاعي نظامه ايه. ادي التسجيلات وادي الشات، لو انا عايز اعمل شات بتظهر عندي هنا طريقه الكتابه، لو انا عايز اعمل تسجيل للكمبيوتر بيبدا التسجيل بتاعي هنا شير سكرين زي هنا بالظبط، لو انا عايز اعمل دعوه لشخص من الاشخاص بختار بقى اللي انا عايزه بيظهر لي هنا. دول كلهم بقى المشاركين عندي، اللي هو دول اللي مين دول؟ دول اللي داخلين في النسق بتاعي او اللي في المقرر بتاعي. هنا بقى لو عايز اعمل اي مشاركات تانية او اغير الكاميرا بتاعتي لو انا عايز اغيرها الى اخر هذه الامور. طيب اعتقد ان بكده بنكون وفينا المقرر كله بالكامل تقريبا، يعني بالشكل ده كده. ده شكل الشكل ده هنا اللي هو بقى الجلسات، هنا ريتيرن تو ميتنج، دي الميتنج بتاعتنا بالشكل كده. ارجو ده شرح كان مبسط، وارجو ان شاء الله اكون يعني وفقت. ان وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وان اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم لا تجعل في هذا العمل نفاق ولا رياء ولا سمعة يا رب. إن شاء الله مجهود بسيط، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب، وإلى أن نلتقي إن شاء الله. طبعا قبل ما بننهي بوريكم إزاي بنقفل الجلسة، بنقفل الجلسة من هنا End Meetings بالشكل ده أهو. فبيقول لي End for all، يعني إيه for all؟ يعني أقفل الجلسة خالص لينا كل أنا والطلاب، ولا أنا بس اللي هخرج وأسيب الجلسة بس؟ فبقول له End for all، يعني إنهي للجلسة كلها بالكامل، انتهت الجلسة بالشكل ده كده. تمام. إلى أن نلتقي إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمانه، وأسألكم الدعاء بظهر الغيب إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.